الفنان سند من خلال الأغاني الخاصة فيك. يمكن إحنا بحوارنا يمكن يكون الحوار بسيط، لكن إحنا أكثر حابين إنه نتعرف على أكيد. الأغاني. راح أسمعكم نهار وليل، هاي أغنيتي آخر أغنية إلي أطلقتها، يعني هلا بنحكي عنها. هي كلمات برضو عمرو مفرج وألحاني وتوزيع أحمد شمساني. تفضل. نهار وليل بغيمة مجتمعي، السما ضباب والأرض طيب، قولك يا ترى انتي مع مين؟ فرحانة أو قلبك حزين؟ الهوى بيسبق غرب ويمين، حسرة بقلبي تبكيني، بالون عليك مخدين أو متل الصاير فيني. الهوى بيسبق غرب ويمين، حسرة بقلبي تبكيني، بالون عليك مخدين أو متل الصاير فيني. ما عاد لي بهالدني حدا، بالوحدة صاير عندي بيت وذكرى أيامك بعدا. أكبر صورة أصغر حيط، ما عاد لي بهالدني حدا، بالوحدة صاير عندي بيت ذكرى أيامك بعدا. أكبر صورة أصغر حيط. تسلم يا سند. تسلمي لي، شكرا. وبالنسبة للأغنية الوطنية، يمكن دائما هذا سؤال تقليدي بنسأله لكل الفنانين أكيد. اللي يعني بيتميزوا بفن الغناء، هل أخذت الأغنية الوطنية نصيب من الأغاني اللي غنيتها؟ يعني هي ماخذة حيز كبير من تفكيري. لهلأ ما طرحنا أغنية وطنية. رح أكون معك صريح بهذا الموضوع. كثير ناس بيجوا بيقولوا لي ليش ما تنزل أغنية وطنية تشهرك؟ فأنا أول ما أسمع إنه حدا يقول لي إنه بتشهرك، طب أنا يعني أنا مش الهدف من إني أنزل أغنية وطنية إني أنشهر. أكيد طبيعي. الهدف إنه أعبر بأغنية معينة عن حبي لبلدي. صحيح. فهذا الإشي حابب، فصرت زي ما تقولي بدي أعمله زي تحدي إلي. بعد إن شاء الله ما يعني يصير في اسم وقاعدة أكبر، ساعتها بدي أبلش بهذا الموضوع، وحابب يكون بطريقتي الخاصة، مش بالشيء التقليدي. يعني خلينا نقول الخطة المستقبلية إن شاء لإلك الله. هي إنه إصدار أغنية إن شاء الله أكيد طبعا وطنية. طيب بالنسبة هلا